يسأل عن معنى البيعتين في بيعة وما مثالها. البيعتين في بيعة الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم له صور، من أشدها مسألة العينة، وهي أن يبيع سلعة على إنسان بثمن مؤجل ثم يشتريها منه بثمن حال أقل من المؤجل. هذه حيلة إلى الربا، لأنه باع الثمن المؤجل بثمن حال، نقود بنقود، نقود مؤجلة بنقود حاضرة، وجعل السلعة حيلة، مجرد حيلة باسم البيع، وهذا هو الربا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العين، ولأنها حيلة إلى الربا، وإن كانت بصورة البيع. نعم.